سلام. في الفيديو هذه مش نكملوا البارتي الثانية متاع الانستالاسيون متاعنا. دونك بعد ما كمل انستالي نكليك على ريديماري. مانتنو نستنو ريديماري ونرجعو نعملو الميزاجور متاعنا. جور هنا نكليك كونتري يعمل ريديماراج. بعد ما تحلت الماشين مش نقرص المود باس تاعي ونحلها كوم اتيليزاتور. خدمها بالفيرسيون تاع اليوبنتو 16 خاطر لي ستابل. بعد ما تحلت ندخل لانفيتو كوموند او بيان اسمو التيرمينال في اليوبنتو. كليكي هنا نكتب تيرمينال. تحل التيرمينال ندخل كومبروت بالكوموند سي دوسو مود باس تاعي ونعمل apt get update. هذه باش تعمل ميزاجور. طبت شوي بدك علاش دو طون زون طون نعمل بوز في الفيديو. تعملوا لها ميزاجور نتاع لي باكيج نتاع لي زارشيف الموجودين والليانات الموجودين في الانترنت الكل. بعد ما كملت الكوموند كلير تنظف لي الكتيبة هذه. باش نعمل apt-get upgrade باش تمشي شوي. بعد يقولك نجم نصبها ولا لا باش نقوله اوكي وي نقرص او ونطري ونبقى نستنى لتكمل. بعد ما كملت الابديت شنو نعملو الابجريد. شنو نعمل كلير نظف سامحوني كلير ابيتي جيت عملنا الابديت الابجريد زد ديست ابجريد. تاخذ وقت راهي تاخذ حتى بالساعة انت والكونيكسيون اللي عندك. نعمل بوز ومن بعد نرجع كي تكمل ان شاء الله. بعد ما كملنا الميزاجور الابديت الابجريد ديس ابجريد باش نمشيو نصنعو كارت ريزو انترن. دونك باش نسكرو الماكينة نتاعنا باش نمشيو للفيرتيال بوكس. باش نمشي للفيرتوال بوكس باش نقص على فيشي بارامتر ريزو. لهنا باش نصنع اون كارت ريزو انترن. نجي نجم نقرص على هذه ونجوتي واحد انا يعطيني وي نعطيها الادريس اللي نحبها. عاوني هوست اونلي نتورك ما نسحقهاش نسحق واحدة بركة. نجي جوست نبدل لها الادريس تاعها. هذه الباسريل هذه الادريس مش تربطني بين الفيرتوال بوكس ولا الادريس ماشين بتاعي. هذه مثلا باش نعطوها ديس اللي تحب نتوما ديس بوان ديس بوان ديس بوان هي باسريل. نديزاكتيفو دي اس سي بي مش معطيش حتى ادريس نعمل اوكي. صنعنا الكارت ريزو. كي تصنعت الكارت ريزو تو مش نمشي نربط الماشين متاعي هذا السيرفر اف تي بي بالكارت ريزو هذيك. عاد شنات نحط ان ريزو بريفي هاي الكارت متاعنا اللي صنعناها باش تحط لهنا تو اوتوريزي. لهنا متكونكتش لينا على الانترنت باش نزيدو كارتة جديدة
حطوها هنا، باش تاخذ اي ادريس اعطيه لها. اوكي نمشي نحل تاو ونمشي نفيكسو الادريس نتاع السيرفر اف تي بي نتاعو. نحلو الماكينة نتاعنا ونستناو. مش نفيكسو الادريس، لازمنا ندخلو الفيشي نتاع النتورك. الفيشي نتاع النتورك موجودة في وسط تحت دوسي اي تي سي نتورك انترفيس. باش نعملو نتاع لي دو كارت ريزو، كارت ريزو الجديدة اللي صنعناها وكارت ريزو الثانية هذيك النات. نستناو شوية حتى يتحل، ندخل التيرمينال ونحلو بان اديتور دو تيكست كيما البلوك نوت كيما الوورد كيما الكذا. في اليوبنتو فما نانو جي دي الفي اي، شفت فما مشكلة نتاع ريزو كالك، خاطر نحنا مازال مكتبناش. نجي هنا نكتب تيرمينال كونكتي كوم روت سو دوسو، ندخل الفيشي نانو تحت لو تي سي تحت النيتورك، نلقى الانترفاس ما نمس حد شي، نهبط الفيشي من لوت نكتب اوتو. اسم الكارتة الاولى في اليوبنتو كان اسمها او تي اش زيرو ولا اسمها او ام بي زيرو، ما تنسوش زيرو اس تروا. مش نفيكسوها اي فيس او ام بي زيرو اس تروا انت ستاتيك ستاتيك. نكتب لادريس، لادريس لازم تبارتي على الباستريل نتاعنا كي ديس 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 بوان ها، مش حط ديس 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 بوان 21 خاطر نحن نخدمو في السيرفر اف تي بي، حبيت نحطو على نفس البور مثلا بور 21. نتورك نت ماسك لادريس سو ريزو باش نعطيها 255.255.255.0. نتعدو لانترفاس الثانية اوتو او ام بي زيرو اس ويت ولد كانت او تي هاش ان ولد كان اي فيز او ان بي زيرو اس ويت اي نت ماهيش ستاتيك، باش نقولو يعطيها لي دي هاش سي بي الموجود في وسط كنترول اكس وي، نعمل روبوت روديماري نشوفو يخدم ريزو ولا لا. بعد ما كملنا اون الريزو راكح نتستو، باش ندخل التيرمينال باش نبينجي على جوجل، ندخل ديما كوم روت بينج جوجل كوم باغ اكزومبل، ديجا تخدم كونيكسيون موجودة كنترول سي مش تخرج. نجي لهنا للسي ام دي بينجي على الماكينة بتاعنا، نحنا الادريس قداش عاطينها لها بينج 10.10.10.21 لي روكيت او نوم كات الريسيفت كات بيردي زيرو. بي تو ما نحضرنا السيرفر اف تي بي، مش نمشو نحضرو انيت زيرو هذي تسكر، باش نمشو نحضرو تو الماكينة نتاعنا الماكينة نتاع سيرفر ويب. سيرفر ويب نتاعنا باش نبقو لازمنا نصنع ونعملو نوفيل ونحطوها يوبنتو ومن بعد نصبو فيها اليوبنتو ومن بعد نعمل ميزاجور ومن بعد نعمل لابديت ولا بجريت ولا بجريت. فما حكاية جديدة في وسط الفيرتوال بوكس هي الكلوناج، هي الاستنساخ. باش منبقاش نعاود نتذكر الكل، نجي نكليكي كلونا نقرص على بوطون دروا نعمل كلوناج نسميها سيرفر ويب، رينيسياليزي الكارت ماك نعمل سويفون كلوني انتجرال وكلوناج. نبقى نستناها تخرج منها نسخة جوست من بعد نبدلو الاسم نتاعها ونبدلو الريزو نتاعها. تبت شوية الليتاب هذي نستناها من بعد نرجع. من بعد ما يكمل الكلوناج تكون منها نسخة مطبقة الأصل الـ FTP نحلوها نبدلو الاسم نتاعها ونبدلو الريزو.
ديجا نفس لوتيليزاتور، نفس المود باس، اصلا اسمه ما انا سيرفر ويب، ومن داخل باش نلقاو اسم اف تي بي، هذاك علاش لازم نبدلو اسمه من داخل. جوست تاورو نحضرو في لونفيرونمون دو ترافاي نتاعنا، بعد ما نكملو نكونفيغورو سيرفر ويب، نكونفيغورو سيرفر اف تي بي، ونتهستو وكل شيء. باهي، نجي لهنا نمشي للترمينال، نكتبو سودو سي والمود باس تاعنا، ندخل في الفيشي متاع الاسم. ديجا تشوف سيرفر اف تي بي، نحنا لازمها سيرفر ويب. باش ندخل الفيشي موجودة تحت لو تي سي هوست نيم، في الهوست نيم هذي مش بدلها سيرفر ويب، ونعمل كنترول اكس مش تسجل وي انتري. الفيشي الاخرى مش ندخلو لها، هي متاع الريزو، ما يجيش دو فيشي دو زوز ماكينات بنفس الادريس. نتورك انترفيس في بلاستك الفانتا، يعني مش نبدلها ادريس اخرى سامع بار اكزومبل فان. كنترول اكس وي، لازمني نريديماري مش تولي الاسامي هذي كيف كيف. ريبوت نحل الماكينة متاعي ونشوف الاسم متاعك كيفاش بدا يتبدل. ديجا لهنا سيرفر ويب، زين نثبتو لداخل. كيما قاعدين نشوفو نجي لهنا ندخل الترمينال، كيما تشوف ديجا تولد سيرفر ويب. ميرسي بور فوتر اتونسيون. الفيديو الثاني ان شاء الله مش نشوفو كيفاش نانستالو السيستيم الكالي لينكس، كيفاش باش نفيكسيولها لادريس تاعها ونعملولها كلوناج، نخلوها من بعد نسحقها. ميرسي ويعطيكم الصحة. انيت زيرو نسكر ماكينتي باللي كوموند كيما كنت نجم نسكرها هكا. على فيديو